السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيف سيمو. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم سلطه ديال الباربه مع الفرماج ديال الماعز اللي هي جد سهله، وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله. والان غادي نمروا بالنسبه للمكونات. عندنا حبه ديال الباربه مسلوقه، عندنا ثلاثه الانواع ديال الخس، وعندنا اوراق النعناع، عين الجمل اللي هو القرقاع. غنحتاجو ثلاثه الحبات ديال الخبز مقطع على هذا الشكل، وعندنا هنا الجبن ديال الماعز، وعندنا هنا التفاح الاخضر اللي مقطع على الطريقه، والملح والبزار، وعندنا لاصوص ديالهم. بالنسبه لهاد لاصوص جد سهله، غادي نشرح لكم كيفاش كتصاوب. الان غادي نمر لطريقه التحضير. كيف ما كتلاحظوا كناخذوا حبه ديال الباربه، كناخذوا انواع ديال الخس اللي عندنا مع هاد الورقات ديال النعناع، كناخذوا شويه ديال التفاح الاخضر، وكنخليو شويه للتزيين. وبالنسبه للصوص استعملنا خل ديال البالزاميك مع العسل ومع الحامض ومع زيت العود، شويه الملحه وشويه ديال الابزار. الان غادي نضيفوا شويه ديال الابزار، غادي نضيفوا شويه ديال الملحه، ونمزجوا المكونات، ومن بعد ندوزوا للطريقه النهائيه. الان بعد ما مزجنا لاصالات، كناخذوا ثلاثه طريفات ديال الخبز، وحطينا فوقهم الجبن ديال الماعز، وغادي نحرقوهم واحد شويه باش يذوب كما كتلاحظوا على الطريقه. اللي بالنسبه لي ما عندوش فين يحرقهم ممكن يدخلهم غير الفران لمده دقيقه، كيجيو في الطاع ديالهم لذيذ جدا. وكنتمنى تعجبكم هاد لاصالات ان شاء الله. الان بعد ما مسجنا لاصالات وحرقنا الخبز مع الجبن، غادي ندوزو الطريقه النهائيه كيف ما غادي تلاحظوا معنا ان شاء الله. الان كيف ما كتلاحظوا كناخذوا طريفات ديال الجبن كنحطهم على الوجه ديال لاصالات. صلاه جد سهله، وفي المذاق ديالها لذيذ جدا. وكناخذوا الجوز كنحطوه على الوجه ديال لاصالات، كناخذوا شويه ديال التفاح كنحطوه على الوجه ديال هكا، ناخذوا الخبز اللي صاوبنا بحال هكا. وبالنسبه للتزيين غادي نحط غير طوماط سوريز ولي غادي اللي هو الفجل. كيف ما كتلاحظوا جد سهله، وكنتمنى تعجبكم. وبالصحه والعافيه.